يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صدر حديثا كتاب اسمه فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد لمؤلف عثمان بن منصور التميمي، ما رأيكم في هذا الكتاب وهل تنصحون بقراءته؟ والله أنا ما اطلعت عليه، لكن اللي سمعنا أنه له فيها أغلاط، ويقولون أن اللي حققوا أنهم نبهوا على الأخطاء التي فيه، الله أعلم، أنا ما رأيته. والرجل معروف أنه عثمان بن منصور رحمه الله معروف أنه ما هو يعني جيد في ناحية التوحيد وناحية الولاء والبراء، إلا إن كان هو تاب نرجو ذلك، أن الله يتوب عليه. نعم، لأنه اتصل بعلماء العراق وتأثر بهم، اتصل بعلماء العراق وروى عنهم وتتلمذ عليهم وتأثر بهم، وله مع علماء أهل نجد له رد عليه الشيخ عبد اللطيف كتاب مجلد اسمه مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام، لأنه يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر المسلمين، رد عليه الشيخ عبد اللطيف مصباح الظلام، لكنه ما سماه، ما قال فلان، ولكن هو عثمان. نعم، فالحاصل أنه ما ندري عن خاتمته، الله يتوب علينا وعليه، ما ندري عنه، لكن الكتاب يقولون فيه مؤاخذات، وأن اللي حققوه نبهوا عليها، الله أعلم. نعم.